مجتمع الإلهام، أهلا وسهلا فيكم. اسمي هشام برو وأنا مؤمن أنه مع بعض ممكن نوجد عالم ومجتمع فيه الكل عنده القدرة والدعم اللي بيحتاجه ليحقق أي شيء بيطمح له، والكل فيه بحس بالتقدير وما في خوف تجاه المستقبل. ومن خلال أنه نتعلم أكثر عن الريادة، التنمية وتطوير الذات، ممكن مع بعض أنه نعمل مجتمع الإلهام هو هذا المجتمع. لهذا السبب كل شيء ممكن نشاركك فيه من مقالات، لقاءات، منتجات، تدريبات وغيره، مكرس لقربنا أكثر من بعض ويساعدنا نكون مجتمع إلهام حقيقي. مقال اليوم بعنوان 5 خطوات رح تساعدك تنجز أمور أكثر وتمتلك مهارة التنظيم. وانت عم تستمع للمقال اختار شو اكتر شي عجبك وحسيت انه فيه فائدة، وبدي اطلب منك انك تكتبه تحت بتعليق، وهيك اولا بتساعد بقية الاشخاص اللي معنا هون لينتبهوا اكتر لهذا الشي ونتناقش كلنا فيه، وثانيا لما بنكتب الامور اللي عم نتعلمها هذا الشي بيزيد من فرص انه تضل ببالنا وقت اطول وانه فعلا نطبقه ونستفيد منه بحياتنا. وهلا استمتع بالمقال. واحد من اهم الاسباب اللي بيخلينا غير منجزين واشخاص فاقدين للتحفيز لاداء مهمة ما هو ببساطة عدم التنظيم. لما ما بنكون منظمين هذا الشيء بيخلينا نحس انه المهمة اللي بدنا نقوم فيها اكبر من قدرتنا، وبالتالي بنفقد التحفيز وبينتهي فينا الامر ما عم نقوم باداء المهمة، وبعد فترة بتبلش المهام تتراكم وبيبلش الذعر والخوف يتسلل جواتك، واكيد ما بدنا هذا الشيء انه يصير. الحل بالواقع بسيط، كل اللي انت بحاجته انه تتعلم كيف تكون منظم اكثر، ورح تنبسط لما تعرف انه الناس الناجحين واللي قدروا ينظموا حياتهم ما ولدوا هن بيمتلكوا هاي المهارة، وإنما هو شيء مكتسب. بمجرد ما تعرف الخطوات ومع شوية ممارسة رح تكون قادر تنظم حياتك وتتخلص من قائمة المهام الغير منجزة. وهذا الشيء طبعا بأي مجال، سواء بالدراسة أو بالعمل أو بالحياة اليومية أو بأي شيء. وهاي الخطوات اللي أنت بحاجة تمشي عليها لتكون أكثر تنظيم بحياتك. 1. انسى الذاكرة وابدأ باستخدام الورقة والقلم. معنى هذا الكلام إنه توقف عن محاولة تخزين كل شيء بذاكرتك. ببساطة ما حدا بيقدر يذكر كل شيء، وإنما الأفضل أنك تسجل كل شيء مهم على ورقة وقلم أو حتى على حاسبك أو موبايلك. هذا الشيء بخلي الوصول للمعلومات أسهل وبخلي المعلومات أمامك بشكل دائم، ورح تلاقي فرق كبير بين أنه تكون معلومات بذهنك وبين تكون قدامك وعم تقراها. 2. توقف عن المماطلة. كل ما ماطلت بأداء مهمة معينة كل ما زاد صعوبة أداء هاي المهمة. إذا بدك حياتك يكون فيها قلق أقل لازم توقف عن التفكير الزائد، وبكل بساطة تبدأ بأداء المهام. رح يكون صعب انك تبدا، لكن ابدا وعطي الامر 5 دقائق او 10 دقائق ورح تلاقي حالك تلقائيا انطلقت. 3. خصص مكان لكل شيء. كتير سهل انك تتشوش وتضيع وقت اذا ما كان سهل بالنسبه لك انك تلاقي اغراضك. جزء من انك تكون منظم هو انك تكون بتملك مكان مخصص لكل شيء، وهذا الشيء مو بس من باب الترتيب وانما كمان من باب عدم تضييع الوقت. وما بتوقف هذا الشيء عند غرفتك وانما حتى بيشمل موبايلك وكمبيوترك. اذا ما كانت ملفاتك منظمه الوصول للمعلومات رح يكون جدا مرهق. 4. عاد ترتيب الامور بشكل منتظم. ما فينا ننظم حياتنا مرة واحدة ونتوقع انه تضل منظمة للأبد. الأمور دائما رح تميل للفوضى وعدم التنظيم. مهمتك انك تخصص وقت مرة بالأسبوع مثلا لإعادة التنظيم. تعلم استخدام الأدوات. هاي النقطة بالذات هي الأهم بالنسبة لي وأكثر نقطة بتساعدني. نحن اليوم بعصر التكنولوجيا وفي كتير أدوات ممكن تساعدك تكون منظم أكثر بحياتك، وهي مجموعة من الأدوات اللي أنا بستخدمها بشكل شخصي وبشكل يومي. جوجل درايف. هي الأداة من جوجل ببساطة بتسمح لك انك ترفع ملفاتك على الانترنت ضمن حساب او مساحة خاصة فيه، بحيث بيصير اسهل انك تحتفظ فيها وتشاركها مع غيرك. Essential Bind. هي الأداة هي الاهم بالنسبة لي واكثر أداة باستخدام. هي عبارة عن مجموعة ادوات تطبيق واحد بيحوي تقويم بيساعدك انك تحتفظ بمواعيدك ويذكرك فيها، وبيسمح لك تسجل ملاحظات تحت كل موعد. بيحوي قوائم مهام بحيث فيك تحدد شو المهام اللي لازم تعملها وحتى انك تنظمها بمجموعات، فمثلا مهام الدراسة، مهام الشغل، مهام اليومية إلى آخره. ولما بتنتهي من أداء مهمة فيك تشطبها، والبرنامج تلقائيا بيخفي هاي المهمة حتى ما تضل تفكر فيها. طبعا فيك تنزل البرنامج على الكمبيوتر وبنفس الوقت تنزله على الموبايل، وهو تلقائيا بيعمل تزامن بين الاثنين. إيفرنوت. هاي الأداة خاصة بكتابة الملاحظات وحفظها وتنظيمها بمجموعات، كمان فيك تنزل البرنامج على الكمبيوتر بنفس الوقت على الموبايل، هو تلقائيا بيعمل تزامن بين الاثنين. إنكريديميل. هاي الأداة خاصة لتنظيم الإيميل، جدا رائعة للأشخاص اللي مثلي بيعتمدوا على الإيميل بشكل كبير بشغله وبيصلون إيميلات كتير. ببساطة هذا البرنامج للكمبيوتر، ما لقيت منه نسخة للموبايل، بس فيك تستفيد منه بشكل كبير بحيث فيك تدير كل إيميلاتك منه. حتى لو كان عندك أكثر من إيميل فيك تديرهم كلهم من خلال هذا البرنامج، وهذا بيختصر عليك كتير وقت. كمان ممكن تخصص ملفات لتصل الإيميلات عليها، فمثلا في يحدد انه اذا ايميل اجاني من صديق معين مباشرة بيتم وضع الايميل بملف مخصص لهذا الصديق. اذا الايميل وصلني من موقعي الخاص بيتم وضع الايميل بملف مخصص لايميلات موقع. اذا الايميل وصلني من موقع انا مسجل فيه بيصل لملف خاص بهذا الموقع. بظن وصلت الفكرة. فاي شخص بيعتمد على الايميلات بشغله بنصحه بشكل كبير انه يستخدم هذا البرنامج. بوكيت. هل اداة مخصص لحفظ صفحات الانترنت، بحيث بتقدر تتصفحها باي وقت لاحق حتى لو ما كنت متصل بالنت. فمثلا لو كنت عم تقرأ مقال على موقع معين بكبسة واحدة بس بتم حفظ هذا المقال على حسابك الشخصي على البرنامج.
بحيث فيك تكمل قراءة المقال بوقت تاني حتى لو ما كنت متصل بالإنترنت. وحتى إذا انتهيت من قراءة المقال واستفدت منه وحبيت تحفظه، هاي الأداة جدا مفيدة. كمان فيك تنزل البرنامج على الكمبيوتر وبنفس الوقت على الموبايل، وهو تلقائي بيعمل تزامن بين الاثنين. ومثل ما قلنا بالبداية، التنظيم هو مهارة، وبالتالي بتحتاج شوية وقت وشوية ممارسة، لكن إتقانه رح يساعدك تنجز كتير أمور، وبالتالي نحقق التقدم اللي كلنا بنحتاجه بحياتنا. بالتوفيق للجميع. مجتمع الإلهام، شكرا كتير لأنكم خصصتوا الوقت للاستماع للمقال. أكيد حاب أعرف شو أكتر شو عجبك لقيت فيه فائدة وليش، وإذا كتبته بتعليق هون رح تلاقيني معكم عم شاركك بالنقاش. بدي أطلب منك كمان تعمل سبسكرايب أو اشتراك بالقناة إذا بدك دائما نستمر بتقديم مقالات صوتية مثل اللي سمعته، بيضل دائما عم يصلك كل شيء جديد على قناتنا. بالنهاية بتمنى تكونوا فعلا استمتعتوا بالمقال وحصلتوا منه على فائدة. بالتوفيق للجميع.